السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا كلكم في أفضل حال. النهاردة إن شاء الله بصور لكم فيديو جديد، بس بنصوره بقى في المكان القديم اللي انتم شايفينه ده. امبارح صورت لكم فيديو في المكان الجديد، بسم الله ما شاء الله. بشكر كل المتابعين اللي قالوا لي مبروك، واللي كانوا فرحانين لي بشكرهم بجد والله من قلبي. وبشكر كل المتابعين اللي نصحوني برضو، قالوا اعملوا كذا مشيماء واعملي كذا وقسموا لي المكان، بشكرهم والله من قلبي. وبقول لهم يا رب عقبالكم وربنا يوسع عليكم زي ما وسع عليا كده، والحمد لله تمام. الناس برضو اللي هي بتقول انا زعلان عشان المكان بعيد، المكان يا جماعه يعتبر مش بعيد قوي ولا حاجه، لا هو الموضوع كله فيه يعني حوالي 100 متر بس، مش بعيد ولا حاجه، يعني 5 دقايق ماشي تمام. فالنهارده بقى حبيت ان انا اصور لكم في المكان القديم. البطل اللي انتم شايفينه دوت ده انا ما كنتش بصوره، كان دايما في البوكس، كنتش يعني على طول بصوره تمام كده. فانا قلت اصورهم لكم النهارده وهنصور برضو بقيه الطيور اللي باقيه هنا، وهقول لكم ان شاء الله انا هعمل ايه. على فكره يا جماعه برضو محدش يعلق ويقول لي البطل اللي هي رقبتها معوجه ديت عندها نيوكاسل ولا حاجه، لا هي من صغرها وهي لسه طالعه من البيضه وهي رقبتها معوجه. هقول لكم بقى السبب. البطل دوت اللي كان طالع من الفقاسه تمام، فكان في بيض ناشف، كنت انا بقول لكم كان في يا جماعه الولده بتموت في قلب البيضه، وكنت لما باجي افتح البيضه ولا حاجه بلاقي الولده صاحيه بس مش عارفه ان هي تفتح. كنت انا فتحت لها هني بايديا كده، ومن يوم ما فتحت لها سبحان الله وطلعت وهي رقبتها بالشكل ده كده، بس هي عادي خالص بتاكل وبتشرب وعايشه حياتها طبيعي يعني مفيش اي حاجه تمام. فتعالوا بقى كده برده يعني هنشوف بقيه المكان جوه. البطه دوت انا مش هوديه هناك، يعني مش هوديه هناك دلوقتي، انا هسيبه كده برده لغايه ما يقفل الريش. خلاص الحمد لله المكان بقى هنا يعتبر وسع، كل الطيور الصغيره انا هسيبها هنا وبرده هصورها لكم، علشان لو انا نقلتها هناك يعني بتهيألي مش هتبقى يعني ايه امنه وكده تمام. فهحاول برده الرومي، ان شاء الله الرومي الصغير مش الكبير، الرومي الصغير انا هسيبه هنا لغايه برده ما يكبر ويقفل. يعني كل الطيور الصغيره اللي انا هسيبها ديت هسيبها لغايه ما تقفل ان شاء الله، وهنقلها هناك لغايه بقى ما ارتب الاوض. لان لقيت برده في ناس كتير متابعين كتير يعني قالوا لي يا ام شيماء قسمي لكل نوع اوضه، فانا ان شاء الله يعني انا حاولت ان انا اودي كميه برده هناك كده على ما نودي الكميه الثانيه الباقيه يعني. وهحاول بقى ان انا ان شاء الله بسيبت كده هقسم المكان كل واحد اوضه، يعني الحمد لله المكان واسع واقدر ان انا اعمل فيه اوض كتير. تعالوا بقى كده نشوف بقيه الطيور اللي جوه ديت اللي احنا لسه ما نقلناهاش، عشان ان شاء الله يعني ناويه اكمل الباقي النهارده هنمسكه نوديه النهارده. معلومه بس مهمه يا جماعه حابه اقولها لكم قبل ما ننقل جوه نشوف بقيه الطيور. البط هو عندك في العمر دوت ده طبعا في بيسلل تمام، ففي الوقت دوت تمنعيش عنه الاملاح والفيتامينات، ده حاجه مهمه يعني عشان ما يشدش في بعضه وريشه يسقط والكلام ده كله والاستهلاك وانت عارفين الحاجات دي كلها. هو الوقت كده يعتبر السن دوت سن يعني ايه خطر او حرج شويه. تبصي بقى تلاقي الريش يسقط، البط متكسح، مش عارف ايه، فعلى طول الاملاح والفيتامينات ما تمنعهاش خالص. الرده كمان كويسه جدا، رده بقى وفول صويا عشان البط يتقل معاكي بسرعه ويقفل، ما تمنعيش عنهم العلف. اهم حاجه يا جماعه ما نمنعش العلف، حتى لو البط كبير عندنا ما نمنعش عنه العلف. منعت عنه العلف هتبص تلاقي بقى يشدوا في بعضه ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. حاولي ان انت حتى لو البط قفل معاكي حاولي ان انت تشعروا له برده شويه علف تمام. يمكن انتوا لو لاحظتوا بسم الله ما شاء الله زي ما هو هو بدا ان هو بيقفل، يعني هو خلاص بدا بان هو يقفل، لا ريش واقع ولا مسقط ولا اي حاجه. ليه؟ علشان زي ما قلت لكم اهم حاجه الاملاح والفيتامينات في الوقت ده تمام كده. تعالوا بقى نشوف اللي انا على فكره برده مقلبه عيش، يعني بدات ان انا اقلب لهم عيش ودش على العلف بتاعهم، وبرده الرده فيها كالسيوم حلو قوي، دي بتطلع الريش معاك بسرعه. تعالوا بقى كده نشوف الروميه بتاعتنا. الروميه دي يا جماعه مش هنقلها برده دلوقتي الا ما تخلص خالص البيض اللي تحت. هي دي برده لسه يعني هي ايه لسه لغايه دلوقتي بتطلع، وعلى فكره برده اللي هي دي الوحيده اللي نامت في الروم عندي، علشان في ناس كتير بتقول لي يا ام شيماء انا عندي الروم بيبيض كتير وما نامش تمام. فدي يا جماعه الروميه الوحيده اللي نامت، الباقي كله بيبيض لسه، يعني ديت الوحيده. انت عارفين بقى انا بعمل ايه؟ انا عندي بط نايم تمام. البط اللي نايم عندي بعد ما طلع وخلص كل ما بجمع 20 بيضه بقوم حطاهم تحت البط. خلاص انا ما عدتش بقى بشغل فقاسه، ريحتها خلاص عشان ما تسحبش كهرباء على حاجات يعني كميات بسيطه. لا انا بعمل ايه بقى؟ بجيب البيض الرومي كل مره كده بجمع 20 بيضه رومي واقوم حطاهم تحت البط حوالي 10 15 يوم، وبعد كده بقوم ايه نقلهم تحت الروميه ديت هي اللي بتطلعهم لي.
تمام، علشان برضو دي معلومة تستفادوا منها. لو انت عندك اي حاجة وعندك بطة نايمة، ممكن ان انت تستفاد من البطة اللي نايمة ديت، وتحط عندك بط فراخ، عندك بط رومي، الحاجات ديت تحطها تحت. ليه بقى انا بقول لكم الكلام ده؟ علشان في ناس كتير بتقول لي انا عندي الرومو بيبيض وما بينامش. انا عايزاكم تستفيدوا من المعلومه ديت، يعني على اساس ان انتم ما تسيبوش مده طويله، لان مثلا لو الحاجه قعدت فتره طويله ممكن البيض بيسرد وبوظ. حاولي ان انت تستغلي، لو انت عندك بطه نايمه حاولي ان انت تستغليه وتنيمي تحتها بيض رومي، بيض فراخ، اي نوع بيض عندك. تمام، ملحوظه بقى مهمه يا جماعه، خلي بالكم الكلام اللي انا بقوله لكم دوت، محدش يقول ده هي بتقول في الفاضي، لا انا بقوله لكم على اساس ان انتوا تستفيدوا منه. لان في ساعات نوعيات رومي او نوعيه رومي على طول بتفضل تبيض على طول، تبيض يعني بتبيض كتير وما بتنامش. هو سبحان الله هو حصل عندي السنه دي، بس سبحان الله الروميه اللي انتوا شايفينها ديت دي اللي طلعت فلت عندي ونامت. علشان البيض ما يبيضش عندك وتقولي طب ما هي ما تخلص هتنام عليه، لا، على ما بتيجي تنام عليه ممكن البيض يسرد عندك ويبوظ. تمام، فانت ما تستنيش، انت ممكن تقعد البيض عندك حوالي 10 ايام على ما تجمعي كميه بيض محترمه كده، وبعد كده هتعملها زي ما انا قلت لك بالظبط. تمام، تعالوا بقى كده، ده بقى يا جماعه الرومي وبقيه البط اللي لسه ما اتنقلش. طبعا كنت مشغوله في الفتره اللي فاتت بقى، لسه يا دوبك هننضف المكان ونحاول نطهره، على اساس ان يعني الرومي اللي عندي طبعا بسم الله ما شاء الله طالع لي 3 دفعات رومي زي ما انتوا عارفين كده، وانتوا شفتهم معايا، في اللي كبر وفي اللي وسط وفي اللي لسه صغير. باذنك انت يا رب الاوضه ديت هنضفها ونطهرها خالص باذن الله، وهحطها ايه يعني هجهزها لتربيه الرومي. بس يعني ان شاء الله ناويه ان انا اعمل مشروع تربيه رومي كبير كده باذن الله، هيبقى خاص بقى ويبقى موجود في المكان اللي انتوا شايفينه ده. البوكس دوت لسه فيه برده بط صغير زي ما انتوا شايفين اهو، ده طبعا مش هنقوله برده هناك الا لما يكبر شويه. تمام كده، اما البط اللي انتوا شايفينه قدامكم دوت بقى فيه اللي بيبيض وفيه اللي رائد نايم، ما ينفعش ان انا انقله، يعني هنفرز بقى، يعني هنفرزهم كده ونشوف. اللي بيبيض هنحطه على جنب، واللي نايم طبعا هنحطه على جنب، ونقفل عليه بقى البلكونه علشان اعرف ان هو خلاص يعني ما نتلخبطش فيه ونوديه هناك ان هو هينام. واللي هيلاقيه بقى ما بيبيضش وكده هقوم نقله برده هناك على اساس ان هو ياخد على المكان ويتعود عليه. تمام، ده الرومي بقى اللي انتوا شايفينه اهوت، انا ما نقلتوش زي ما انا قلت لكم لان لسه في بيض، لسه في رومي بيبيض، اما يخلص بيض خالص ان شاء الله برضو انا هنقله واوديه هناك. تمام، يعني على ما اجهز بقى المكان بتاعته، لان طبعا انا عايزه يبقى له اوضه خاصه كده لوحده على اساس ان هو يعني ايه ما يختلطش بقيه الطيور التانيه، حتى لو رقد ونام وكده هيبقى ايه تضمن ان انت عندك سلاله كويسه، ودي اهم حاجه. الناس برضو اللي هي قالت لي يا ام شيماء افصلي كل نوع لوحده، على فكره يا جماعه المكان هناك بسم الله ما شاء الله كبير جدا وواسع، يعني حتى لو انا حطيت بط مع فراخ المكان واسع والمكان هو يعني عمره ما هيتعب، بس احنا ان شاء الله برضو هنحاول ان احنا نفصل كل نوع لوحده. بس باذن الله لو اني برضو فصلت هفصل الوز لوحده، لان شيء مؤكد طبيعي يعني ان الوز لازم يكون في مكان لوحده، لان اللي هايف الوز عندي السنه اللي فاتت ان هو كان مخلوط مع البط والوز والحاجات دي كلها، فما كانش ينفع ان هو برضو يطلع. ليه بقى؟ لان الوز يا جماعه، الوز اللي حابب ان هو يربي تربيه وز كويسه لازم يكون في مكان معزول لوحده. تمام، فعلشان كده ان شاء الله احنا هنعزله وهنعمل له اوضه لوحده. ده طبعا زي ما انتم شايفين اهوت، هنا البطه هنا هي نتفه وبيضه، ما ينفعش ان انا انقل الكلام ده كلته. وهنا برضو على البوكس اهو برضو هنا بطه نايمه ونتفه اهيت زي ما انتم شايفين. ده كل دوت انا ما ينفعش ان انا انقله يا جماعه الا بعد ما يطلع خالص، بعد كده ما يعني يبيض بقى هناك في المكان بتاعه يبقى خلاص ينتف ويعمل، عشان البط طبعا اللي انتم عارفينه اللي هو لو اتنقل من مكانه ما بينامش. ده بقى ايه؟ بدرومي اهو، ده المكان دوت، ده في بدرومي، كل ده بدرومي، بس هم عليهم بيضه ايه؟ عليهم بيضه بطه اهيت اهي، هنا 2 بيض بطه اهوت، والباقي كله بدروم. فيه انا عندي بقى اللي بيض عندي اللي دي دفعات ان شاء الله هخليها تكمل كمان 10، دول كام؟ 2 4 6 8، عايزين عليهم كمان 2 عشان يبقوا 10، هيبيضوا عليهم كمان 10، وان شاء الله هحطهم فين؟ تحت البط. يعني انا عندي اللي خلاص الروميه اللي بره بدات ان هي تخلص، هحط لها دفعه ثانيه، الدفعه الثانيه اللي هي بقى اللي انا حطاها تحت البط اللي انتوا هتشوفوه معايا دلوقتي دهوت. البطه نايمه تحت اهي، بس انا بس مش هعرف اشيل الكنبه لان انا حاطه عليها حاجات شكال، يعني علف وحاجات،
مش هعرف ان انا اشيلها. فباذن الله برضو ده تحتها كلها وبدر روم، تحتها يجي 20 بدر روم. هي دلوقتي حوالي تحتها بقاله حوالي اسبوعين، ان شاء الله كده هخرج بقى هشيل الدفعه دي احطها تحت الروميه تطلعها برضو، وهحط تحتها دفعه تانية. محدش يقول لا ده حرام كده، لا طول ما هي نايمه خلاص، لو هي قلقت عايزه تقوم لوحدها هتقوم، بس طول ما هي نايمه خلاص انا نايمه ومسخنه البيض. حتى في بيضه هي لقيت مرميه على الارض اهو، يعني معنى كده ان هو في البط اللي انتوا شايفينه دوت في بط برضو بيبيض جديد، ده انا هحطها في القفص بقى نوت معاهم اهو، نحطها هنا كده على ما نشوف نعمل لها برضو عدية كده وتنام. تمام، ده بقى كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم. قلت اعمل لكم فيديو كده في المكان القديم قبل ما خلاص ننقل كل الطيور بقى ونروح هناك، واقول لكم برضو انا هعمل ايه في المكان ده. تمام، كنت حابه ان انا اوضح لكم الوضع يعني، واقول لكم انا هحط هنا ايه، وعشان ما حدش يقول انت هتفصلي خالص من المكان دوت، لا مش هنفصل خالص يا جماعه من المكان، برضو هنجدد فيه، هنجدد فيه كل الصغير، هنربي هنا كل الصغير، والكبير هنحاول ان احنا نوديه هناك، لان بصراحه كان الدنيا هنا كانت ضيقه، يعتبر كانوا قطين اللي انا بربي فيهم، وكنت بقى بربي فيه حمام وروم ومش عارف ايه، كانت الدنيا ضيقه على بعضها، كانش ينفع ان انا اعمل يعني اربي بحريتي. تمام، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، واتمنى يا رب يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.